الله يحفظك يا ودي الحاج زريز. شحال كانت تاع ما تضربوا فيه 8000 درهم. اش داير في السن؟ السن جامع، راه الكولور ديالو يبين. اي نقول لك اش لون هذا تشد فيه النقاط؟ هذا لون كان زرق ولا بدا يجي باغي تقمره. ياك باغي يوريك. الراسل ديالو زرق. هو زرق. وهذا معلم شحال؟ هذا عطاونا فيه 84، قلنا له 140، هادشي اللي كاين. حتى في السوق الاسبوعي في مدينه سطات تيكونوا هاد الخيب موجود في الخياف. واش يا مول كارو؟ كل السبت تيكون هاد البلاصه خاصه بالخيب. تحياتي كل مشاهد قناه زيتون المرجان، ما تنساش دير ابوني وجيم وتشارك معنا في القناه، راه نبغيوك تشارك في القناه اي مشاهد عزيز. علينا نروح يشارك معنا في القناة. اركب اركب المقدم على هذاك. كان قالوا لي اركب على هاد العود. حسن ماشي حاجه مليحه ديال الصلاح. اياها خيرات. كنا نصوروا لكم هاد العود. كان هاد العود في السوق الأسبوعي في مدينة سطات. شحال الثمن تاعو؟ اش داير في السن؟ تحياتي كل مشاهد قناة زيتون المرجان، ما تنسوش تشاركوا معنا في القناة أحبابنا مشاهدين، ما تنسوش تشاركوا معنا في قناة زيتون المرجان. تحياتي لكم في المكان. الله يحفظك. التور شويه. التور شويه، كاين شويه الثمن وتباع اليوم. عطاونا فيه 110. اش داير في السن؟ رباعي. رباعي، اش من ماركه هذا؟ اش من لون؟ لون. كاين يقول لك برقي محروق، كاين يقول لك برقي محروق. هذا هو اللي بغيت. انا قلت له مليون ونص، عطاونا 110. ياك؟ قلنا على الله عطاونا 110 والمرقي شويه، وهذا عطاونا فيه 100. واخا غنشوف هذا وغنشوف هذاك. تحياتي لكل مشاهد قناة زيتون المرجان. على حسابك. شوف لي يقول لي. لا راه غنبيع مولاته هو معاه. على حسابك ياك. يتباع ميكسر هذا هو زياده. لا غتعطي فيه جوج ماير يتباع. جوج ماير. واش غتمشي تاكل لهم الخبز؟ الخبز اللي تياكل غالي. واحد يقول لك الزيتون قال لك الثور قدو القدو انا قاعد نشرب في الثور. كاينه كاينه. اثمنه وليت تحط عليهم. واش غادي الكذب؟ الله يحفظك. شكرا. الله يحفظك اودي. كانوا ناس زينين خيرين هنا، كانوا صحابنا واصدقائنا هنا. يا الله الخير كذا. الحمد لله. الله يحفظك. الحمد لله. الحمد لله. يا ربي اجعل الخير كل مغربي وكل مسلم يا ربي في المكان. يا رب. لاقينه.
كانوا هاد الناس مخيرين هنايا في السوق الاسبوعي في مدينة الصلاح، كانوا قناة الزيتوني للمرجان الحقيقة. تنحيي كل مشاهد قناة زيتوني مرجان داخل الوطن خارج الوطن. الجالية المغربية مشكورة جميعا، أي دولة في العالم مشكورة الجالية المغربية، كانوا أحباب عندنا كوتر، شكرا لهم، جزاهم الله خير يا ربي اللي مريض داويه واللي ناوي شي غارات قديه ليه يا رحمن يا رحيم. هذه مدينة سطات، السوق الأسبوعي في مدينة سطات. هذا السوق الأسبوعي في مدينة سطات. شحال عطاوك فيها صاحبي؟ شحال عطاوك فيها؟ 100. اش داير في السد؟ الكارت ها؟ شنو المال؟ شحال عاود تنقي؟ شحال عاود هنا في السوق الأسبوعي في مدينة سطات؟ تبارك الله كان عوف. هذا السوق الأسبوعي بمدينة سطات، نحيي كل مشاهد قناة زيتوني مرجان. امرأة راجل دري درية نحييهم، هما كانوا هما تو، نحيي أحباب قناة زيتوني مرجان، هما اللي تحياو وهما اللي كانوا أحسن عدي أنايا في قناة زيتوني مرجان، كانوا أحباب تاعنا اللي عرفونا واللي باقي ما عرفونا، ما ينساوش يشاركوا معنا في القناة، قناة زيتوني مرجان للحقيقة. اش عطاوك فيها صاحبي؟ اش داير في السن؟ ارباع. ارباع باقي جدع باقي غير. اش من لون هذا؟ برقي. برقي ما محروق ما والو، تيقولوا البرقي المحروق من البرقي. هذا برقي كحر كامل. كحر كامل. شوفوا المشاهدين، كان هذا صديق لنا، كان ورانا هذاك الشيء. كحر كامل. الله يرفع لك. الله يحفظك على هذه المعلومة. لا راه هي هاد. كان هذا قال لك بركي كحل ركابي، وفعلا ركابي كحلي. المجاهدين قاعد يشوفوا المرجان. نحييه. هما اللي تسهلوا تحية المشاهدين قناة زيتون المرجان. في المكان. داخل الوطن او خارج الوطن تحياتي ليه
قوية ما ليهاش الحد. كانوا أحباب توعنا، كانوا خوتنا، كانوا هنا، كانوا أحباب من شاهدها. ما تنسوش ديروا معنا شراك. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.